بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي في الله، تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، تنتمنى ربي يحفظكم من كل أذى يا ربي يا عليم. إن شاء الله بحول الله وقوته. قبل ما نبداو هاد الوصفة الزوينة، إن شاء الله الوصفات البنيات اللي غادي يديروها غير بالحنة، وغادي يكون عندهم الزهر، وغادي يجيبوا الخطاب إلى العتبة. البنيات اللي بغات تفتح نصيبها وبغات أنها تكون إيجابية، ولا يكون عندها أعراض، ولا يكون عندها مانع، ولا يكون عندها سحر، هذه تطلب الله سبحانه وتعالى، وتطلب سيد الخلق بنته لالة فاطمة الزهراء. بحق لالة فاطمة الزهراء رميت الكحل وهزيت زيت الخضر، انك تطلبي الله سبحانه وتعالى بحق لالة فاطمة الزهراء بالدعاء، ان شاء الله غادي يكون ربي واقف معك. ان شاء الله هذه الوصفة جيدة، كانوا الناس قدام تيديروها البنيات اللي تعسر عليهم الحال، وكانوا البنات بغاو يتزوجوا، ولكن باب العتبة خالي فاض من الخطاب. كاين الناس يشوفوهم وتيبغيوهم وتيبغيوهم للزواج، ولكن هما تيكون عندهم نقص في الخطاب، ما تيدخلوش العتبة. زوينات ومقبولات وكل شي فيهم، ولكن الحظ قليل، او تيكون عندهم تعسيرات لابد تكون عندهم، اما موانع من الاسحار ولا العين ولا التابعة ولا اي حاجة، لابد الانسان تيتصاب بشي حاجة. ما حتى واحد ما خالي من الحسد ولا من السحر ولا من التوابع من الوالدين. اذا احنا تنديروا السبب والكمال على الله، ولو انها المرأة تزوج يكون عندها توابع، تقدر تزوج تقدر تولد وليدات، ولكن تيتصابوا الاولاد بالتابعة ديالها، تتبقى تعسر لهم الحال. ولكن تديري الابطالات وتديري قبولات وتديري هذه وهذه حتى ربي ينزل العفو، ولابد قراءة القرآن والدعم من الله سبحانه وتعالى والتسبيح، وانك توكلي على الله في كل الامور، يكون عندك توكل في كل الامور، ولابد يكون عندك قلب طيب، ولابد ربي يعطيك المبتغى ديالك، لان تنعتمد على القلب الطيب، لان الانسان اللي عنده قلب زوين ربي تيعطيه الحاجه المزيانه، واللي قلبه خايب لابد تبقى تيموت غير بالغيظ ديالو، الغيظ اللي تيقتلو ديالو ترجع ليه السم والبغض ديالو ترجع عليه. اذا بحق لالة فاطمة الزهراء رمينا الكحل وهزينا الخضر. اذا اشنو غادي نديرو؟ هاد الحنينه ما مدقوقاش، الحنه اوراق غادي ناخدها ان شاء الله، ناخد جوج دراهم من عند العطار، هانتوما الحنه اوراق، وغادي نديرها في واحد الكيس راه تيتباع عند العطار بدرهم بحال هذا، ناخد من عنده، غادي ان شاء الله غادي نعلقها في العتبة، غادي نعلقها ليلة كاملة في العتبة، وغادي مع الفجر غادي نخوي عليها ماء ساخن ونخليها مدة 10 دقائق، وغادي نعوم، غادي نسبح بها أو غادي ندوش بها، وغادي نعوم عادي في الدوش، عادي في الدوش، ولكن في وقت انني تندوش او تنتسبح او انني داخل الدوش تنعوم، انني تنقول هاد الدعاء، وتنقول يا ربي بحق لالة فاطمة الزهراء رميت الكحل وهزيت الخضر، رميت الكحل وهزيت الخضر. هزيتي الحاجه الزوينه، هزيتي الحاجه اللي تطيب الخاطر ليك والناس اجمعين. ان شاء الله تقوليها العدد، تتكملي التدواج ديالك، تخرجي من الدوش تتمسحي الدات ديالك، هذاك البقايا ديال الحنه وكل شيء تيمشي في المرحض او تيمشي في الدوش عادي. اذا كانت الحنه غنجمعها ونرميها في مكان عاشب، المهم تتعومي في الدوش عادي. تنخرج من الدوش ديالي اشنو تندير؟ تناخذ كتاب الله، اشنو تندير؟ تنقرا سورة ياسين وسورة الصافات، تنهديها لالة فاطمة الزهراء، تنهديها لالة فاطمة الزهراء بنت النبي، وتندير الفاتحة الكتاب
تتهديها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وتديري الأمنية ديالك اش من نية ناوية هذيك الحاجة، على الزواج، على العمل، على الدراسة، ولكن على المطلقة اللي بغات ترجع للزوج ديالها، على أي واحد بغى، حتى الولد يقدر يديرها، حتى البنت تقدر ديرها، المطلقة، الأرملة، أي حاجة، ولكن نهدي ثواب ديال سورة ياسين كاملة، سورة الصافات كاملة، أهديها اللي لالة فاطمة الزهراء، بحق لالة فاطمة الزهراء، تفتحي لي بابي في الزواج، وتفتحي لي بجهد الله بجهد الله بجهد الله، تحطي لي الخير في طريقي، وتقولي الدعاء، وندير الفاتحة على روح سيد الخلق نبي الله عليه الصلاة والسلام. صليوا كاملين على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. الصلاة هي رحمة ومودة وربيع القلب. أنا تنفرح من تنصلي على الرسول، لأنها مفاتيح الخير. تنتوما عموا الخير بالصلاة على الرسول، حطوا لي تعليق وحطوا لي لايك، فرحوني في هذا شهر رمضان. هاد حفنة الحناء اللي درتيها في رمضان غيتحلوا عليك بجميع البيبان. إذا احنا مع الله، احنا مع الذكر الحكيم، احنا مع السبب، احنا مع الحاجة الزوينة اللي تطهر القلوب وتجيب الخيرات. اذا احبابي في الله، تنطلب الله سبحانه وتعالى يعاونكم ويفتح جميع الابواب المغلقة للبنيات، ويفرحهم يا ربي، ويكون لهم عون ومعين في جميع المواقف وجميع الحالات. يا ربي يفتح لهم الخيرات كلها. الى وصفة اخرى، الى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك، كونوا سخيين معايا، خليوا لايك باش يطلع الفيديو ويكونوا ايجابيين ان شاء الله. الى وصفة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.